بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، ان بخريستوس يسوس بن شويس شليل فلوج يسون بي بروسيف كيستاسيتي كتب نيف ماتي Let us give thanks to the beneficent and merciful God, the Father of our Lord, our God, and our Savior, Jesus Christ. For he has protected us, helped us, preserved us, accepted us, had compassion upon us, and have supported us until this hour. Let us also pray that Almighty God keep us in peace throughout this holy day and all the days of our life. Let us pray. Lord have mercy. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. نطلب لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاة عنا في كل حين، ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين، انزحهم يا رب عنا وعن سائر شعبك وعن هذه النفس التي اجتمعنا بسببها، التي من أجل اسم ابنك بشوي. أما الصالحات والنافعات أرزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. ارحمني يا الله عظيم رحمتك. سني كثيرا من اسمه ومن خطيئه واخرني، لان انا عارف باسمه وخطيئه امامك الحين. لك وحدك اخطات الشر قدامك صنعت. لك تتبرر في اقوالك وتغلب زحمتك، لاني انا بالاثام حملي وبالخطايا ولدتني امي. احببت الحق اذا اوضحت لي غام حكمتك وصوراتي تنضح لها بزفاك قادر. اسمعني سرور وفرح فتاج زام صح اسرف كان خطيئه قلبا نقيا يخلق يا الله وروحا مستقيما جدد فيها، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني بعد خلاصك وروحك اسعد وعلم اسمك ارفق المنافقون اليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله الى خلاصك لساني بعدك يا رب، افتح شفتي فيخبر فمك تسبيحك لا
لأنك لازم الذبيحة اللي كنت الآن أعطي لأنك لا تخرب المخلوقات فالذبيحة اللي تعطي المتواضع عليها أنزل الله إنهم يا رب بمصرتك على صهيون ولدنا أسوار وشليم حين يزوك الدم رجوك الليل وياك. Sasi o theos emo on. فلا ترفضني ولا تتركني يا الله خلاصي. نبي أمي قد تركاني والرب يدمني إني آمنت بأنار وجود الرب في أرض الأحياء. أللو Blessed is he whom you chosen and bring near to dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your house, your holy temple. Hallelujah. فدعوت الرب آه يا رب نجي نفسي. الرب حنون وبار إلهنا رحيم الرب حافظ البسطاء تذللت لك فخلصني. هللويا البولس فصل بولس عبد يسوع المسيح الرسول المدعو المفرز لبشرى الله فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي بركاته تكون معنا أمين. ثم لا أريد أن تجهل أيها الأخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقيين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. نعمة الله الآب تكون مع جماعكم. Yeah.
Schlele flogi son. Erbe brusev kistas yeti. Morini pa. O Master, Lord Jesus Christ, our God, who said to his holy disciples and pure and saintly apostles, many prophets and righteous people have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes for they see and your ears for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels through the prayers of your saints. Pray for the holy gospel. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا الله محب البشر الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا Estis agrosios tu agio evangelio, Kyrion keton theon imon, iketevsomen sofeorthiakosomen tu agio evangelio. U ananusis vulchen bi evangelioneth o wakatalukan. Αγίου δόξα σοι κύριε A psalm of David the prophet and the king. May his holy blessings be with us all. Amen. Blessed is he whom you choose and bring near to dwell in your courts. Answer us with deliverance, O God of our salvation, who are the hope of all the ends of the earth. Alleluia. O God, have mercy and compassion upon us and make us worthy to hear the holy gospel. A reading according to the gospel, according to our teacher, St. Luke. May his holy blessings be with us. Amen. Now it happened at the day after that he went to a city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still.
And he said, young man, I say to you, arise. So he who was dead sat up and began to speak. And he presented him to his mother. Then fear came upon all, and they glorified God, saying, a great prophet has risen up among us, and God has visited his people. Bow down before the holy gospel. And glory be to God forever. Enfranin titeria en omosios eviot neme bishiri nem bef nev ma ethoe ipsishi sa Ti et vit Joissima em ton Renes met oro en ifio هذه النفس التي اجتمعنا بسببها التي لنعفزك المرحوم بشوي عوض متى يا رب نيحها في ملكوت السماوات افتح لها رب أبواب السماء وأقبلها إليك عظيم رحمتك افتح لها رب باب البر لكي تدخل وتتنعم هناك افتح لها رب باب الفردوس كما فتحت للص اليمين افتح لها رب باب الملكوت لتشارك جميع القديسين افتح لها رب أبواب الراحة لترتل مع كافة الملائكة ولتستحق أن تنظر النعيم ولتدخلها ملائكة النور إلى الحياة ولتتكئ في حضن أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اغفر لها خطاياها التي سبقت فصنعتها بمعرفة وبغير معرفة معا لأنك أنت يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها وبرحمتك عز كل الذين خلفتهم وأهل بيتها الهبهم صبرا عودهم أجرا صالحا سمائيا بشفاعة سيدتنا القديسة العذراء مريم وجميع صفوف السمائيين لتكن رحمتك ومعونتك مع شعبك اعطيهم برودة وثبتنا في إيمان الأرثوذكسي كن ناصرا لنا نحن المؤمنين نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك صلبت وخلصتنا ارحمنا Je av aishka soti emun. Nu'min bi ilahin wahid, Allah al-Ab, dabitan kul. Ma yura, ma la yura. Nu'min bi rabbin wahid, Yesu' al-Masih, ibn Allah al-Wahid, al-Mawlud min al-Ab, qabla kull al-Duhur, nur min nur, ilah haq min ilah haq, mawlud ghir makhluk, misawi al-Ab fi al-Gawhar, al-Lazi bihi kana kull shay'in. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكان كداع نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحمود بثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطأ
وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. إيبي بروسف كيسا سيتي سوارني باسي إيتو نماتي أيضا فلنسأل الله الأب ضبطا الكل أب ربنا ولانا مخلصنا يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب نفوس عبيدك الذين رقدوا أبائنا وإخواتنا اطلبوا عن أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبائنا القديسين ورسل العساقفة وأبائنا العساقفة وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمائسة وأبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وعن نفسها عبدك المرحوم بشوي وعن يحكو للمسيحيين لكي المسيح إلهنا نحن فصام أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع مع رحمة واغفر لنا خطايانا يا رب تفضل يا ربنا احنا فوسهم جميعا في احضان ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب علهم في موضع خضرة لما الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي اقمك سادهم في اليوم الذي رسمتك موعدك الحقيقية غير الكاذبة أب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة دي كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات وأما نحن فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك واعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفاة قديسي يا رب بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين في صلاة في أشية الراقدين بنصلي بنقول لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال هذا إيماننا ده إيماننا الموت مجرد سفر بنتنقل من هنا لمكان تاني It's not an end مش نهاية It is a new beginning بتعود فيه الروح إلى واهبها أتكلم معكم النهاردة عشان ربنا يدينا تعزية يعز الأسرة ويعز الأحباب ونستعد برضو لليوم ده لأن محدش ضامن عمره نستعد be ready for this day الاستعداد ليوم زي كده مش حاجة سهلة ولكنه برضو مش حاجة صعبة it's not difficult but also it's not easy بنستعد دايما بالتوبة نكون عايشين حياة التوبة كل يوم life of repentance to be ready for this day التوبة
هي الرجوع لحالة النقاوة. التوبة هي الرجوع لحالة النقاوة. لنفس اليوم اللي تعمدنا فيه، عشان كده بنقول على التوبة إن هي معمودية تانية. يوم ما بنتعمد ونطلع من المعمودية بنبقى طالعين pure, clean, نضاف، لابسين حلة بيضة، ثياب بيضة اتبيضت في دم المسيح، هو اللي نضفنا. لما بنتوب بنرجع للحالة دي، هي أن نلبس صورة المسيح في طهارة السيرة. قديس يوحنا الدرجي في كتابه سلم السماء يقول الإنسان التائب هو من يعرف كيف يشتري التواضع. الإنسان اللي بيتوب هو اللي بيعرف إزاي يشتري التواضع. الإنسان المتكبر ما بيعرفش يتوب. اللي شايف نفسه كويس ما بيعرفش يتوب، هيتوب عن إيه؟ ويقول إن التوبة هي ابنة الرجاء ورفض تام لفكر الكبرياء. لو نرجع ورا شوية لسفر التكوين ونشوف آدم وحواء واقفين قدام الشجرة بيفكروا يأكلوا منها، في اللحظة دي آدم نسي إن هو في محضر الله وما شافش بس غير الحية، نسي وجوده قدام ربنا. في تعاظم وفي تكبر ظن أنه يستطيع أن يحيا وينمو بعيدا عن مصدر الحياة. هو ده الحال بتاعنا، احنا مش مختلفين كتير عن حالة آدم لما بنبعد عن التوبة، لما بنبعد عن ربنا. الإنسان اللي بيتوب بيشتري لنفسه تواضع عشان يقدر يتوب بيه، يقدر يوطي راسه قدام ربنا ويفضح نفسه كل يوم قدام ربنا قبل اليوم الأخير، عشان ربنا يقول له في الآخر نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. عشان كده كل واحد بيتضع بالتوبة يدرك مدى حاجته إلى وجود الله في حياته، يعرف أنه ما قدرش يتحرك من غير ربنا، ما عرفش يتصرف ولا يعيش بعيد عن ربنا. ربنا دايما بيبعت لنا رسائل، بس بتعتمد مين اللي بيسمع ومين اللي بيفهم الرسائل. عشان كده قال بعد كل مثل كان يقوله سيد المسيح من له أذنان للسمع فليسمع، من له أذنان للسمع فليسمع. So God is always sending us messages and he wants us to be with him. So we need to be aware of the message and to be ready for death always, to be ready for that day with repentance. قديس يوحنا درجي برضو بيقول عن التوبة ان هي الصبر الاختياري على كافة الأحزان. التوبة هي الصبر الاختياري على كافة الأحزان. انت بإرادتك بتختار انك تصبر على كل الحزن اللي بيقابلك، لان انت لو عايش حياة التوبة تقدر تعمل كده، لان بالإيمان نعرف ان الله يرسل عونا في وقته. بالإيمان ندرك ان الأحزان دي مش هتفضل موجودة على طول، هو قادر يشيلها. ده إيماننا، إيماننا بأن ربنا دايما معانا. هو قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. من غير ربنا الحياة صعبة جدا لا تطاق، لأن الإنسان من يوم خلقته قلبه ميال للخطية زي ما قال الكتاب، لأن قلب الإنسان مائل للشر منذ حداثته. فإحنا بالتالي ما قدمناش غير أن إحنا نعيش مع ربنا، نقدم توبة كل يوم. كل يوم الصبح لما نصحى شكرا لك يا رب على يوم جديد نشكره، نقدم فيه توبة. وقبل ما نخش ننام نشكرك يا رب قضيت اليوم على خير، سامحنا يا رب على تقصيرنا. بنقول في الطلبة اللي سمعناها من شوية لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. يعني إحنا كل يوم بنغلط، يبقى مطلوب مننا كل يوم نقدم توبة. وأجمل حاجة في ربنا
من رحمته علينا إنه بيقبل دايما التوبة. يقول كده محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. كل يوم بابه مفتوح، بس مين يقف قدامه ومين يخبط على الباب ومين يقول له يا رب سامحني؟ محتاجين نتوب، محتاجين نرجع لربنا عشان نبقى مستعدين لليوم ده. الإنسان التائب صعب يكون جواه مشاعر سلبية تجاه الآخرين لأنه مش شايف غير خطيته بس. صعب يكون إنسان عايش في صراع مع الآخرين. صعب يكون إنسان الحب بعيد عن قلبه. بالعكس الإنسان التائب دايما الحب قريب جدا من قلبه، يبان في أفعاله وفي أفكاره وفي كلامه. ده الإنسان التائب. نتعزى وإحنا معاه، نتعزى وإحنا قاعدين جنبه. ده الإنسان التائب. أما الإنسان اللي مش تائب تلاقي الناس مش قادرة تقعد معاه، مش قادرة تتكلم معاه كتير لأنه ما بيعكسش صورة المسيح. شوفوا السيد المسيح لما كان يتكلم بالأمثال ويشرح للجموع، الناس كلها كانت تجتمع وتسكت وتسمع، بيتعزوا وبيفرحوا بالكلام وبيغيروا أفعالهم، وكانوا يسألوا ماذا نصنع يا معلم، ماذا أصنع لكي أرث الحياة الأبدية. الإنسان التائب يقدر يعكس صورة المسيح من غير أي شوائب لأنه لابس صورة المسيح. أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. عشان كده بنقول التوبة هي معمودية جديدة، التوبة هي رجوع لحالة النقاوة، التوبة هي السلاح اللي هيحمينا وهي الدرع اللي هيحمينا من الموت لأننا محتميين في دم المسيح. هذه ببساطة الحياة اللي احنا عايشينها على الأرض، لكن الشيطان عارف كده كويس. عشان كده الحرب دايما تيجي إن هو ينسينا وجود ربنا، إن هو يسرح بينا في حاجات، ياخدنا لأبار مشققة لا تضبط ماء، نشرب منها على قد ما نشرب ما نشبعش. زي ما قال السيد المسيح، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. كل اللي بيدور على الفلوس مش هيشبع مهما أخذ من فلوس، كل اللي بيدور على مجد وشهرة برضو مش هيشبع مهما أخذ مجد وشهرة. الإنسان اللي عايز يشبع يدور على ربنا، يعيش حياة التوبة. الابن بشوي اللي بنودعه النهاردة على رجاء القيامة، ما بتكلم مع مامته وباباه بقول لهم قولوا لي بشوي كان عامل إزاي في البيت، تصرف إزاي. مامته طلعت لي الهدايا اللي كان بيجيبها لها، بلا هدايا يقعد معها ويكلم معها. إنسان محب لأسرته، عطوف عليهم، يحب يقضي معهم وقت. ربنا يعطينا حياة الاستعداد وحياة التوبة عشان بيها بتنعكس على أفعالنا، نقدر نحب اللي حوالينا ونعيش في مخافة ربنا. باسم الكنيسة وباسم أبونا ميخائيل وأبونا مرقس ولجنة الكنيسة والشمامسة وكل الشعب، بنتقدم بخالص العزاء لنرمين وعوض ويوستينا، ربنا يعزيكم. وباسم الأسرة بنشكر كل الناس اللي حضرت في البيت أو جات الكنيسة تعزي أو حضرت الجنازة، والناس اللي في مصر بيشكروا كل الناس اللي هنا على قدموا العزاء، وكل اللي ساب شغله عشان يكون بجنب الأسرة في الوقت الصعب ده. نصلي دائما لأجل الأسرة، نصلي ربنا يعطينا ويعطي الأسرة جميعا عزاء سماويا وسلام يفوق كل عقل. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين. من الليل يا ذكابة بخريستوس بنوتي آمين سيشوبي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، كر لنا سلامك، اغفر لنا خطيئنا
لك المجد والكرامة والعزة والسجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. احسبنا يا رب مستحقين بركة العذراء القديسة مريم القديس العظيم مريم الرؤوس وبركة كل الشهداء القديسين بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات. ربنا يعزيكم ويعزي الأسرة. بعد المدافن هنرجع لقاعة الكنيسة صلي صلاة الثالث وبعدين الأسرة مقدمة لقمة أغابي كشركة. ربنا يعزي الكل يعزي عوض طبعا ونرمين وكل الأسرة وابنتهم المباركة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام وسلام الرب يعزيكم. Come into your kingdom.